السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. اطلعت على الأوراق الموجودة، الأبحاث، فوجدت أنها كلها متداخلة ويوجد فيها تكرار عن بداية المرحلة الديمقراطية في سنة 1971، ثم إنشاء المجلس الوطني السابق، ثم وضع الدستور 2002، وكل هذه متداخلة في الأوراق التي قدمت في هذا المؤتمر. في الكلام عن التغيير الديمقراطي وموضوع الميثاق، لقد بدأ التغيير الديمقراطي في رأيي في سنة 1971، وذلك نتيجة للتصويت الشعبي أمام لجنة تحقيق الحقائق المعينة من الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك السيد أوثانت من تايلاند، حيث صوت شعب البحرين بأغلبية ساحقة في موضوع استقلال البحرين في دولة ديمقراطية مستقلة وذات سيادة. لقد شجع هذا التصويت العام الحكومة على التفكير جديا في مكافأة هذا التصويت العام، والتفكير جديا في وضع دستور للبلاد، فجاءت فكرة دستور 1973، حيث بدأ هذا الدستور بعد الإعلان عنه بطريقة ديمقراطية، حيث انتخب مجلس تأسيسي ولا داعي للتفصيل. وقبل انتخاب المجلس التأسيسي عينت لجنة رباعية من الوزراء، كنت أنا بصفة المستشار القانوني للدولة أحد أعضائها، الذين باشروا بصورة مباشرة مع الخبير الدستوري الذي عين آنذاك، وهو الدكتور عثمان خليل عثمان المرحوم، وكان المستشار القانوني لمجلس الأمة الكويتي، وكنت أنا الشخص الوحيد الذي كانت له صلة لصيقة بالدكتور عثمان، حيث وضعت مسودة هذا الدستور وكنا نراجعها سويا ونجري التعديلات عليها. ولا داعي للتفصيل، فقد تناولت الأوراق الأخرى السابقة التفصيل بشأن إنشاء وانعقاد المجلس التأسيسي. ولكن يخطرني الآن أنني في إحدى المجالس الرمضانية فاجأني شخص وقال لي: أتتذكر حينما صوت المجلس التأسيسي على الدستور خلال 6 أشهر وأدخل عليه تعديلات، صدر في 9 يونيو 1972، أنك ووضعت لقد وضعت على التصويت الأخير، وقد كانت هناك فعلا تعديلات قدمها المجلس التأسيسي، تعديلات أساسية كثيرة،
منها كما أتذكر أن الكتلة الإسلامية الممثلة حينذاك بالمرحوم عبد الأمير الجمري، الشيخ عبد الأمير الجمري، وسماحة الشيخ عيسى قاسم، كانت المادة الأولى تنص في المسودة تنص على أن البحرين دولة عربية مستقلة. أصرت الكتلة الإسلامية مع معارضة الكتلتان الأخريان للإضافة على إدخال الإسلامية، فهذه من منجزات المجلس التأسيسي، فأصبحت العبارة تنص على أن البحرين دولة عربية إسلامية. كانت هناك تعديلات أخرى مهمة. طبعاً كان المجلس التأسيسي منقسماً إلى ثلاث كتل: الكتلة الإسلامية من جانب، والكتلة التي كانت يشار إليها كان يشار إليها بالكتلة اليسارية، وهي لم تكن كتلة يسارية بل كانت تؤمن بالمبادئ الاشتراكية، والكتلة الثالثة التي أسميها بكتلة المخضرمين، حيث كانوا دائما حين يبدو الصراع قائما بين الكتلة الإسلامية والكتلة الاشتراكية أو اليسارية تتدخل كتلة المخضرمين الذين كان يمثلهم على سبيل المثال الأستاذ المرحوم حسن الجشي والسيد رسول الجشي وقاسم فخرو وجاسم مراد ومن آخر، علي الصالح أيضا، علي صالح الصالح. نأتي إلى القصة التي ذكرتها. يذكرني هذا الصديق، قال: أتذكر ذلك اليوم حينما طلبت خزانة حديدية وأريتنا الدستور المقر مع التعديلات عليه في الهامش، طلبت خزانة حديدية لتضع هذا الدستور وتقفل عليه، ماذا حدث لهذا الدستور؟ قال لي. قلت له: أنت تعرف استبيح حرمه بالرغم من الخزانة الحديدية، ولكن أصل الدستور مع التعديلات عليه في الجوانب لا زلت أحتفظ به، ليس في خزانة حديدية لأنه لا داعي لها. نأتي الآن إلى الطريقة الديمقراطية التي تمثلت في وضع دستور ديمقراطي تم بموافقة الحاكم والمحكوم. وتجربة طبعا المجلس الوطني كانت تجربة خلاقة وجيدة، حتى في تلك الظروف القاسية في السبعينات وضع المجلس نحو 10 قوانين صدرت من المجلس، وناقش مواضيع كثيرة، منها أملاك الدولة، ومنها المواضيع السياسية المختصة بتوقيف وعدم التضييق على ممارسة الحريات وإلى آخره من النقاط. المهم، عندما قررت الحكومة وضع نهاية للمجلس الوطني، كان المطلوب أن يصدر مرسوم بحل المجلس،
أخبروني بطريقة حل المجلس. قلت لهم إن الدستور يبين في المادة 65 طريقة حل المجلس بمرسوم مسبب مع الأسباب على أن يطبق النص لهذه المادة، القاضي بأن يجتمع المجلس الجديد وتجرى انتخابات لهذا المجلس خلال شهرين، وإذا انتهت مدة الشهرين ولم يجتمع المجلس يجتمع المجلس بنفسه، يعني التحدي. طبعا هذا لم يكن ممكنا كليا. اسمح تجيب لي ماي. لم يعجبهم هذا الحل فتوجهوا إلى مستشار بوزارة العدل ومعروف اسمه المستشار البشبيشي، فنصحهم بأن هناك طريقة من خارج الدستور وهي إصدار أمر أميري بحل المجلس. فصدر المرسوم 14 لرقم 14 لسنة 75، ثم صدر الأمر الأميري بصياغة من المستشار البشبيشي ولم نطلع عليه، ونص هذا الأمر الأميري بعد الاطلاع كذا، ما في بعد الاطلاع لأن الدستور لا توجد فيه هذه الآلية أنه يحل المجلس الوطني بمرسوم وتجرى انتخابات، فهذا بأمر. فصدر الأمر الأميري رقم 4 لسنة 75. الأمر الأميري يشير إلى تعليق اجتماعات المجلس الوطني والنصوص الأخرى في الدستور المتعلقة به إلى حين إجراء تعديل قانون الانتخاب، واستمر هذا الوضع لمدة 27 سنة ولم يعدل قانون الانتخاب. كانت الآلية لإصدار المراسيم بقوانين هي الإشارة إلى الدستور وإلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 75، وصدرت المراسيم الكثيرة. يعني طوال مدة الحكم طغت عليها المراسيم بقوانين، كلها مراسيم بقوانين، لأن نص الأمر الأميري لسنة 75 يشير أنه بعد تعليق أعمال المجلس الوطني يقوم الأمير ومجلس الوزراء بإصدار مراسيم بقوانين. استمرت هذه المرحلة وجاء العهد الإصلاحي الذي لا ينكره أحد، حيث تمت المصالحة بين الحكم والشعب ورجع الأشخاص الذين كانوا في الخارج وأطلق السجناء، وأشير حين ذاك إلى أن السجون قد بيضت، يعني كان يفتخر بالبحرين كدولة لا يوجز بها سجين سياسي. ثم ولكن بعد 2001 صدر الميثاق، ولا يحتاج للتفاصيل، ولكن بعد سنة من صدور الميثاق كان الإعلان حين ذاك أنه في ضوء الميثاق سيصدر دستور في سنة 2004، ولكن قدم إصدار الدستور لسنة 2002 حيث كانت هناك مفاجأة.
كيف صدر هذا الدستور؟ بتعيين لجنة كبيرة خلاف دستور 1973. حين يعني تطورنا في الموضوع وصدر هذا الدستور لنناقش كيف صدر هذا الدستور بطريقة لا تنسجم مع الميثاق في نظرنا، لأن الميثاق، فلنقرأ النص يعني بطريقة صحيحة. يقول النص: تعد الأحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور 73 الخاصة بالسلطة التشريعية لتلائم التطورات الديمقراطية والدستورية في العالم. يعني هذا نص إنه ملائمة الدستور الجديد للتطورات الديمقراطية والدستورية في العالم. وأحيانا يشير الميثاق إلى الديمقراطيات عريق، وذلك باستحداث نظام المجلسين، بحيث يكون الأول مجلسا منتخبا انتخابا حرا مباشرا يختار المواطنون نوابهم فيه ويتولى المهام التشريعية، إلى جانب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما يتطلب الشورى من علم وتجربة. ما هو التفسير الصحيح لهذه المادة التي وردت في فصل استشرافات المستقبل في الميثاق؟ يوجد اختلاف في التفسير. التفسير من الجانب الآخر بما فيه جمعيات الإصالة والمنبر وغيرهم وتجمع الوحدة إلى آخره، الذي دائما أسمعه حتى في البرلمان أن هذا الميثاق انبثق، أن هذا الدستور انبثق من الميثاق. أفتش في الكتب الدستورية، فقه الدستوري، فلا أجد نظرية تسمى انبثاق دستور من ميثاق. يعني أتذكر الآن يعني ممكن أن يقال إنه البيضة تنبثق من الدجاجة، بس وهذا صحيح، فلا توجد هناك نظرية ميثاق. هناك نظريات دستورية واضحة أنه لا يضع الدستور، لا يوضع دستور أو تعديل عليه إلا عن طريق، إذا كان دستوراً فعن طريق جمعية عمومية، جمعية وطنية أو مجلس تأسيسي يصادق عليه. وتجربة العراق هي خير تجربة في الدستور، حيث أنشئ مجلس منتخب تأسيسي لوضع الدستور، ولما أقر الدستور لم يعمل به رأسا، وإنما أعطيت فسحة للتصويت شعبيا عليه، يعني تأكيد على أهمية هذا الدستور. فمخرج الدستور جيد، فهذه زيادة. يعني بالنسبة للتعديل، لا يجري تعديل الدستور. بتقول لي خلص الوقت؟ باقي خمس دقائق. زين، بس أظن مع أن الحديث شيق يعني. وصلنا لعمق الحديث. يلا على كل، لأن أبغي أخلص الموضوع المهم. تعديل يكون من آلية المجلس، يعني من آلية الدستور قائم. الدستور، دستور 73 ينص على آلية معينة. هذه الآلية هي المادة 104، لم يلجأ إليها،
وإنما وجدت آلية من خارج الدستور، هذا خلاف الفقه الدستوري، والآلية بسيطة. لنأتي الآن إلى الفصل الثاني. ما هو الفصل الثاني؟ الفصل الثاني ببساطة هو السلطة التشريعية. السلطة التشريعية تتضمن المواد من 42 إلى 82. كان ممكن تعديل هذه المواد، وذلك بإدخال نظام المجلسين من خلال هذه المواد بزيادة عليها، لكن لا يتعدى توزيع اختصاصات المجلس الواحد على المجلسين بهذه، دون أن يتعرض المواد الأخرى في الدستور. الدستور الجديد ليس تعديلا، هو دستور عدلت كل المواد فيه. دستور 73 هو مكون من 109 مواد، دستور 22 مكون من 129 مادة. شوف الفرق، كلها زيادات. هذا خلاف الآلية المطلوبة لتعديل الدستور. فلنأتي إلى هذا الفصل الرابع. لو عدل لوحده ووزعت الاختصاصات على مجلسين لرجعنا إلى حاكمية دستور 73 وانتهى الموضوع. ما هي الآلية؟ الآلية في نظري، وقد أوضحتها في الكتب التي ألفتها في هذا الموضوع، هو ببساطة حين انعقدت النية بعد الميثاق على وضع دستور جديد، يلجأ إلى المادة 65. الدستور 73 قائم، لم يلغى، ألغيت فقط المواد الخاصة بالسلطة التشريعية بالمجلس الوطني اللي هي مادة 65. الدستور قائم، يلجأ إلى المادة 65 ويصدر مرسوم بإعلان انتخابات لمجلس وطني جديد. يجتمع المجلس الوطني الجديد ويدخل هذه التعديلات من خلال آلية 1104، وبذلك تنتهي المشكلة. ثم يصدر مرسوم آخر بحل المجلس الوطني، وهذا ليس صعبا، البلاد العربية كلها معتادة على حل المجالس الوطنية والتمسك بمجالس الوزراء. زين، ثم بعد الحل تجرى التعديلات في الدستور الجديد، سيبقى مكانه كما هو فيما عدا الفصل الثالث. الآن بالنسبة للنقاش حول الميثاق، الميثاق يعني يتضمن هذا النص ويشير إلى التطورات الديمقراطية والدستورية، ويشير إلى الديمقراطيات العريقة، وفي نفس الوقت أنشأ مجلسين متساويين في العدد، متساويين في السلطة التشريعية. زين، بل وأنه قبل التعديلات الشكلية التي أجريت له سيطرة أو سلطة على مجلس النواب، بحيث أنه في المجلس الوطني يجري التبسيط بأرجحية رئيس المجلس الذي كان رئيس مجلس الشورى. ثم أن الميثاق يخلو من شيئين، من تسمية المجلسين ومن ذكر عدد أعضاء كل مجلس. زين، طيب، فيما بعد سمي المجلسان، مجلس النواب مجلس الشورى، لكن هذا الخلو من تحديد عدد الأعضاء لا يعطي حقا للحكومة التي تتمسك بالتطورات الديمقراطية والدستورية بأن يجعلهما متساويين. كان يمكن أن يجري التعديل التالي: أولا، تجريد مجلس الشورى من سلطته التشريعية. وحينما نقول تجريده من السلطة التشريعية لا نعني أن ليس له أن يباشر التشريع، يستطيع أن يباشر التشريع كما يباشر مجلس الأعيان اللوردات في بريطانيا سلطة التشريع، ولكن
التصويت النهائي يكون لمجلس العموم. دكتور زين مضطرين نقف عند هذا الحد. نقف بس عطني دقيقتين بوصل الموضوع. زين الميثاق نفسه هو مو ميثاق تعديل دستوري، هذا مهم. يوجد فرق بين الميثاق الإصلاحي السياسي والميثاق ميثاق التعديل الدستوري. مواثيق كثيرة صدرت في الثمانينات من في الأردن في المغرب وفي مصر، كل هذه المواثيق لم تتضمن تعديلا دستوريا لأنها مواثيق سياسية. ميثاق التعديل الدستوري وما يسمى في مصر الآن بالإعلان الدستوري هو مختصر لما ممكن أن يتضمنه الدستور من مواد الدستور القادم، لا أكثر من ذلك. فإذا الميثاق هو مجرد ميثاق مصالحة بين عهد ماض وعهد جديد. شكرا. زين وكل المواثيق الأخرى لم تضمن تعديلا دستوريا. وبهذا أختتم المحاضرة الموجودة في بحث مطول، وكنت أريد أن أضيف أكثر ولكن أعتقد الأمر لصاحب في فترة طبعا للمناقشة والأسئلة. أوكي. إن شاء الله إذا كان في مشكورين. نطلب منك دكتور تبقى معنا.